السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي بسيطة في المقادير ديالها وسهلة، ما كتاخدش الوقت بزاف ومزيانة للشعر كتكتفو، خاصة الناس اللي عندهم الصلع، اللي كيعانيو من الصلع من القدام مزيانة لهم بزاف، مزيانة البنات اللي داروا لاكيغاتين ولاكيغاتين خرجت لهم على شعرهم، كتعاود تنبت الزغبة وكترطبها، كترجع فريمون الشعر، كترجعو رطب وحرير. اللي قلت حرير يعني حرير بمعنى الكلمة، ولكن السر هو خاص المداومة، اي حاجة كان نحصلوا عليها بالمداومة. هاد الوصفة هذه من التراث ديالنا المغربي، كانوا كيديروها جدا جدا جداواتنا، معروفة عندنا في المغرب بزاف، ولكن قليل اللي كيديرها. هاد الوصفة مزيانة للبنات اللي ما كيبغوش يديروا الحنة، ما كيبغوش يديروا العشوب، هي افيكاس ليهم ومزيانة ليهم، و اون ميم طون كتعطينا نتيجة زوينة بزاف. ندوزو نيشان المقادير بلا ما نطول عليكم. عندنا هنايا الاعشاب، مجموعة ديال الاعشاب فيهم جوج دراهم او لا بلوتو نقول واحد جوج معالق ديال الورد مطحون، جوج معالق ديال السنبل مطحون، ثلاثه المعالق ديال الخزامه مطحونه، معلقه ونص ديال العرعار مطحون، حبه الراس حتى هي فيها جوج معالق، وشويه ديال القرنفل. نقدروا نديروا واحد راس معلقه ديال القرنفل او الاربع، لان القرنفل حار على الزغبه، حار على الشعر بزاف، حار حتى على الفروه ديال الراس. وعندنا هنايا المكون الثاني، عندنا الفاسوخ. الفاسوخ معروف انه ممتاز للزغبه، ممتاز للشعر، ممتاز للصلع، كيحيد الصلع قد ما كتداوموا عليه، قد ما كيحيد الصلع. تقدروا ديروا غا هو بوحدو مع زيت الزيتون، راه كينبت الشعره، ولكن الا درتوا العشوب يعني كتكون واحد النتيجه سريعه. دونك حنا غادي ناخذ هنايا الفاسوخ الوسقي البيض، حيت الفاسوخ الوسقي البيض ما كياثرش على اللون ديال الشعر. بالنسبه للبنات اللي مصبغين شعرهم ولا ما كتحم حتى ما كتبغيش تبدل اللون ديالها، تيكون عندها واحد لا كولور ناتوريل زوينه وما كتبغيش تغمق ليها ولا تبهت ليها، دونك دير الفاسوخ الوسقي البيض. البنات اللي شعرهم كحل وكيبغيو يزيدوا يكحلوا يديروا الفاسوخ الكحل. وعندنا هنايا كاس ديال زيت الزيتون، هو هذا. اذا غادي نمشيو عند العطار، غادي نقولوا ليه يعطينا جوج دراهم من هاد الاعشاب. اذا جوج دراهم من الورد، جوج دراهم من السنبل، جوج دراهم من الخزامه، جوج دراهم من العرعار، جوج دراهم من حبه الراس. انا بالنسبه ليا العطار طحن كل شيء حدايا، شد هادشي كامل حدا عينيا وطحنو حدايا وجمعوا ليا وعطاه ليا بحال هكا. الفاسوخ الابيض اقل حاجه كيعطيو العطاره هي 20 درهم. خذوا 20 درهم للفاسوخ الوسقي، سا دي بون شنو بغيتو، واش الكحل ولا البيض. طريقه الاستعمال سهله. كتشدي هاد الكاس ديال هاد زيت العود اولا زيت الزيتون، تديريه في شي كاسرونه اللي ما تكونوش ما تطيبوش فيها، شي حاجه واحد الكاسرونه خاصه بالوصفات ديال الشعر، كتديروا فيه هاد زيت الزيتون على عافيه مهيله اولا بان ماري، وكتديروا فيه هاد الفاسوخ الوسقي، كتخليه يذوب شويه عليه حتى يذوب كامل حتى يصفى هذاك زيت الزيتون، كتطفيو على البوطه وكتزيدو هنايا 4 حتى 5 المعالق كبار من هاد الاعشاب، تديروه في هذيك في هاد زيت العود، هذا الخليط ديال زيت العود والفاسوخ الوسقي، وتسدو القرعه تخليوها تجانس تقريبا، ما تقيسيوهاش واحد 4 ايام، تقدروا تحركوها مره مره حتى كتطلق، حتى دوك العشوب كيطلقوا. ابري كتشقوا به شعركم، وخاصه الفروه ديال الراس، حاولوا ديروا مساج بشويه، دوروا الدوره الدمويه في شعركم مزيان، وكتخليه واحد ساعه ساعتين ثلاثه السوايع قد ما قدرتي تخليه خليه، ولكن ما تباتوش به، عمركم تباتوا بالزيوت في شعركم او بشي وصفه في الشعر انا ما كنصحش بها.
هاد الوصفه تقدروا تزيدوا عليها واحد القطره ولا جوج قطرات من القطران اللي كتبغي القطران. انا تنبغي القطران دونك مره تنزيدو مع هاد الوصفه هادي. وكتغسلوا شعركم دائما في كل فيديو كنصح بشامبوان يكون مكونات يكونوا ما امكن طبيعيين حيت كتعطي نتيجه. وما نساوش التغذيه، نراقب روسنا شنو تناكلو. الشعر خاصو بزاف ديال المكونات، ما فيها باس الا درنا واحد البحث وعرفنا الشعر شنو اللي كيزيد يزينو، شنو اللي كيطولو، شنو اللي كيخليه لامع، شنو اللي تحافظ على بريونس ديال الشعر. من هالقدام ندير ان شاء الله دي جو اللي تيعاونو الشعر ان شاء الله. دونك الا درنا اولوبيتو الا حافظنا على واحد التغذيه متوازنه زائد هاد الوصفات اللي كنديرو كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف، وكنحافظوا او ميم طون على الشعر ديالنا. هذا هو الفاسوخ ديالنا ملي داب في زيت العود. دابا غادي نضيفوا عليه الاعشاب اللي قلت لكم، ما قلت لكم واحد 4 حتى 5 ديال المعالق ديال الاعشاب. انتم كتشوفوا حيت باقي سخون بزاف بحال هكايا. صافي نخليه شي شويه حتى يدفى ونديروه في القرايه ديالنا. الوصفه ديالتنا ملي وجدات ملي درتها في القرعه على الشكل ديالها، كيف ما قلت لكم غادي تخليوها واحد 4 ايام ولا 5 ايام ما تقيسوهاش. تقدروا تحركوها في الليل هكا تحركوها باش يلاه هذوك الاعشاب يزيدوا طلقوا. ابخي ملي تفوت هذيك 5 جوغ ديروها شعركم، تشقوها شعركم تخليوها واحد ساعتين ثلاثه د السوايع قد ما طولتو قد ما كتعطي نتيجه زوينه. ولكن الا كنتو زربانين ديروها ساعه وغسلوا شعركم. الا كان عندكم شي تساؤلات خليهم ليا في لي كومونتير، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتقولوا لي النتيجه. الا عندكم شي تساؤل على هذه الوصفه ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تخليوا لي تساؤلاتكم وكاع الرغبات ديالكم ولا اقتراحاتكم في لي كومونتير ولا تصيفطوا لي بار ميل. شكرا لكم.